مع البعث الروقان ده اكتب طلبات الشهر اللي هقولها لابو عادل. اول حاجه عايزين 2 كيلو عدس. 2 كيلو يعني كيلو ب50، يا لهوي يعني 100 زائد كيلو فول. وايه كمان يا ام عادل؟ ايه كمان يا ام طبعا عايزين فاصوليا، بس لما اشوف عندي قد ايه تقريبا عندي جوه. عايزه اقول له كمان نجيب حمص، بصل اخضر، خضره محشي، وعايزين نجيب كرنبيت. ونسيت يا مش رمضان، ده رمضان على الابواب. ده كلها كام يوم ويجي رمضان؟ هي الايام جريت بسرعه كده؟ ده انا قاعده عماله اضرب اخماس في اسداس وانا بكتب شويه خضار عايزاهم من السوق. امال الناس اللي فوق دي هتعمل ايه؟ ام عزه يا عيني محدش بيطل ولا بيسال عليها، ولا ام احمد. يا لهوي. لا يا ام عادل، انت لازم يكون ليكي دور مع الناس اللي فوق دول. مش هينفع يا اختي تسيبيهم كده، احنا مش هينفع نسكت. طبعا مش هينفع. انا لما اجي بعد هتكلم معاه وهقوله. مساء الخير. الحمد لله على السلامه يا اخويا، انت جيت؟ الله يسلمك. حالا الغدا يكون جاهز، وعمل لك بقى كوبايه شاي. انما ايه، بسرعه باشا نازل تاني. احلى كوبايه شاي. الف هنا يا اخويا، الف هنا. يلا اتكل. يلا بصراحه كده انا عايز اتكلم معاك في موضوع. العيال كويسين؟ لا لا كويسين، ما تقلقش مفيش حاجه. طب امال ايه؟ كله كويس ما تقلقش. شهر رمضان قرب بقى انت عارف. سام طيبه، في ايه بقى؟ عشان التلفزيون بايظ. طب يا ستي وانا جاي هجيب واحد يعمله لك. حاضر. ربنا يخليك. ماشي، بس انا مش قصدي كده بصراحه. امال في ايه؟ طيب بس انت عشان يا مش رمضان وكده. حاضر هجيب لك كل اللي نفسك فيه. تعيش وتجيب يا اخويا، دايما جايب الخير، بس انا مش قصدي كده برضو. ما هو مفيش حاجه تانية غير انك عايزه تصومي بقى. بصراحه كده الظروف زي ما انت شايف، والاسعار نار زي ما انت شايف. شايف ايه؟ انا حاسس بيها. ربنا يكرمك، هيكرمك ان شاء الله. وبعدين يعني انت عارف ام عزه فوق يعني لوحدها، الست يا دوبك معاشها بيكفيها. اوعي تكوني ما بتساليش عليها. طبعا، وكل ما اعمل حاجه حلوه اطلع لها. انت برضو هي دي محتاجه وصايه؟ جدع. ولا عم احمد يعني عياله مسافرين ومش هيرجعوا السنه دي، ما انت عارف سافروا بره يشوفوا اكل عيشهم. ايوه خلاص يا ستي، نعزمهم مره ولا مرتين في رمضان. حاضر. كلك مفهوميه وذوق، بس انا مش قصدي كده. ده شهر يعني، لو عزمناهم يوم ولا اتنين بقيه الشهر هيعملوا ايه؟ واحنا في ايدينا ايه بس نعمله؟ غير ام هيثم وغير ام توفيق ولا طب ايه؟ ايوه ما انا جايه لك في الكلام. احنا صايمين وما بنجيبش ولا فراخ ولا لحمه ولا سمك فتره الصيام دي خالص. ايه رايك نجيب كاننا جبنا لينا؟ انا جات لي فكره حلوه قوي، بس لو تطوعني. قولي لي يا ستي. احنا نطلع نسلم عليهم ونتكلم معاهم، وانت عارف احنا واخدين على بعض مفيش بينا حزازيات. احنا لو ما ساعدناش بعض في الظروف دي هنعمل ايه؟ مش هتعدي. وبعدين اهو كل اللي يقدر على حاجه يحطها، ونجمع ونجيب كرتونه لكل بيت. الفكره حلوه، بس ما انت عارفه الدنيا. طيب ربنا ما بينساش حد، بس برضو الجيران لبعضيها. وبعدين مش الجيران بس بقى، اللي نقدر نعمل حاجه معاه نعمل يا اخوي. والله عندك حق. يعني موافق؟ الست شوفي عايزه مني ايه، مطلوب مني ايه، وانا معاكي. الفكره بصراحه عجبتني. والله لو كلنا عملنا كده يا شيخه الدنيا تبقى احسن. يلا على طول ما تضيعيش وقت. محتاجين نهونها على بعض، نساعد بعض، نزق الدنيا والظروف. محدش واخد منها حاجه، وما بتبقاش فاضله غير السيره الطيبه. ما تبخلوش على بعض ان شاء الله بالكلمه الحلوه، ما تبخلوهاش على بعض. والله مالينا الا بعضين، وكلنا اخوات في بعض. واللي معاه يدي اللي معهوش، واللي معهوش بكره يبقى معاه، واللي بتعمله النهارده هتلاقيه بكره، واللي بتزرعه خير هتلاقيه خير، وربنا يطرح لك فيه البركه. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. حبيبتكم معادل. اروح انا؟ خلي يوسف يجي وراه بالكيس. رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين. على ايه؟ احنا كلنا اخوات، هنيجي نفطر عندكم.